أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في الهيئة نت هيومان رايتس ووتش تقول إن الميليشيات قتلت المتظاهرين بالتعاون مع القوات الحكومية. في المدى ناشطو التظاهرات يقولون الاستهداف والاغتيال لن يرهبنا ونعرف أن طريق الحرية محفوفة بالخطر. في العرب اللندنية السلطات العراقية تستخدم فزاعة الفوضى لتبرير قمعها المحتجين. نقرأ في القدس العربي وزير خارجية قطر يقول إن بلاده تتحدث عن التواصل مع السعودية وتقول إنه كسر الجمود. في كتابات العراقيون يتبرؤون من مرشح الثورة الوهمي لرئاسة الوزراء. في العربي الجديد نقرأ عن فيتو على مرشحي الأحزاب ورفض ترهيب المتظاهرين. وفي الشرق الأوسط هيومان رايتس ووتش تقول إن الأمن العراقي تعاون مع مرتكبي مجزرة ساحة الخلاني. أهلا بكم. نبدأ من ثورة تشرين. بنت الانتفاضة العراقية لنفسها طريقا مشرفا في البحث عن وطن وإعادة إحياء الهوية الوطنية بعيدا عن الأفكار الطائفية والقومية، مقال للكاتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي. لقد وصلت الطبقة السياسية الحالية إلى طريق مسدود أمام التحدي الحالي الذي صنعه شباب الانتفاضة العراقية، وبرهنت مجددا على حالة الشلل التي تعانيها بسبب المحاصصة الطائفية التي تستند إليها كنظرية حكم. فما بقي أمامها اليوم سوى ممارسة لعبة سياسية قذرة الهدف منها سحب بساط الشرعية من تحت أقدام المنتفضين من خلال ترشيح أحد أعضاء حزب الدعوة لتولي رئاسة الحكومة المؤقتة بعد أن استقال من كل مناصبه الحزبية يوم الجمعة الماضي، في حين كانت الانتفاضة واضحة جدا في الدعوة إلى تغيير في أسس النظام السياسي القائم، كما أعلنت ومنذ البداية رفضها العيش في النموذج الذي تعيشه منذ عام 2003 وحتى اليوم، بمعنى أن المنتفضين قد تجاوزوا قضية من هو الذي يقف في قمة هرم السلطة السياسية وسفوحها، بل وباتت القضية المطروحة اليوم هي كيف يتم الحكم ووفق أي منهج سياسي واقتصادي وفكري واجتماعي يجب أن يدار به العراق. وإذا كانت الطبقة السياسية الحاكمة تعتقد أنها قادرة على إدارة الأزمة الحالية بتدوير الوجوه وإعادة الأشخاص في زي جديد، فعليها أن تعرف أن الانتفاضة الحالية لا يمكن أن تنتهي وفق ألاعيبها السياسية، وأن دماء الشهداء والجرحى لا يمكن أن تتم مقايضتهم بشخصية مستعملة يقدمها حزب الدعوة على أنها شخصية مستقلة كرئيس وزراء جديد، ويبقى النظام السياسي نفسه يحركه من خلف الستار. يقول الكاتب إن عدم وجود قيادات عراقية في المنظومة السياسية الحالية متمسكة باستقلالية القرار السياسي والهوية الوطنية، ولأن الجميع يعد الارتباط بالخارج أهم من السلم الأهلي والمصلحة الوطنية، ولأنهم جميعا يفضلون الحواضن الدولية والإقليمية على مصلحة الوطن، لأن فيها دعما ماليا وسياسيا وتغطية قانونية للتهرب من الحساب الشعبي. إلى مقال آخر. تتكثف المراهنات السياسية المتفقة مع انتفاضة أكتوبر باتجاه وظيفة الحكومة الانتقالية وليس بصورة رئيسة على اسم رئيس الوزراء الجديد الذي لا يتوقع أن يأتي بكامل رغبات الأحزاب. حول إشكالية اسم رئيس الوزراء الجديد كتب ماجد السامرائي مقالا في صحيفة العرب اللندنية. تتكثف المراهنات السياسية المتفقة مع انتفاضة أكتوبر باتجاه وظيفة الحكومة الانتقالية وليس بصورة رئيسية على اسم رئيس الوزراء الجديد الذي لا يتوقع أن يأتي بكامل رغبات الأحزاب التي قد تتنازل مكرهة على أن تكرس مخاوفها على ما سيلي تلك التسمية،
وهي مهمات الحكومة المؤقتة التي سيقودها رئيس الوزراء الجديد إذا ما سارت الأمور بسلاسة ودون مفاجآت ميدانية أو سياسية بعد الخميس المقبل. إن المهمة العاجلة للحكومة الانتقالية أو المؤقتة هي إجراء تحقيق قضائي عادل وشفاف وعلني للجريمة الكبرى التي حصلت وتحصل منذ الأول من أكتوبر ولحد اليوم، ومحاكمة المتورطين بالدم العراقي. وهذا ما يلبي رغبات ونداءات المجتمع الدولي. السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي كان أكثر صراحة في التعبير عن الموقف البريطاني، حيث طالب الجيش العراقي بحماية المتظاهرين السلميين من هجمات مسلحة وبمحاسبة عاجلة لقتلة هؤلاء المتظاهرين، مهددا أن بريطانيا سيكون لها خيارات أخرى تتعلق بعلاقاتها مع العراق إذا استمرت هذه الأوضاع. وفي هذا السياق تعود مهمة حصر السلاح بيد الدولة لتكون من المسؤوليات العاجلة للحكومة الانتقالية الجديدة، كما إعادة الاعتبار للمؤسسات العسكرية والأمنية المستقلة من التأثيرات الحزبية. بحسب ماجد السمرائي فإنه من هنا يرى المراقبون أن الأيام المقبلة لن تكون سهلة لا في ضفة الانتفاضة التي قدمت هذه الدماء من أجل أهدافها النبيلة، ولا في ضفة الأحزاب التي أدمنت النهب والفساد والارتهان للأجنبي، مع أن التوقعات تشير إلى انحسار مادة تلك الأحزاب وانتهاء مرحلة التضامن والتحالف على المصالح لكي يداري كل فصيل من تلك الفصائل السياسية همومه دون اهتمام بالحلفاء. الآن إلى مقال آخر منشور في صحيفة العربية الجديد وجاء في مطلعه. من جهته اتهم نواب الرئيس صالح وبعض الكتل السياسية بأنهم يريدون إعادة المشهد السياسي، يريدون إعادته إلى الصراع والخلاف بشأن الكتلة الأكبر، خصوصا أنه يعلم بأنه لا يوجد شيء رسمي حتى الساعة داخل البرلمان. من هي الكتلة الأكبر؟ تقرير لصحيفة العربية الجديد. حشر الرئيس العراقي برهم صالح القوى السياسية والبرلمانية في زاوية ضيقة بعد خطاب وجهه إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يطالبه فيه بتحديد من هي الكتلة الأكبر في البرلمان حتى يكلفها بتسمية مرشح لرئاسة الحكومة، وذلك فيما بدا أن اسم محمد شيع السوداني لهذا المنصب قد سقط بسبب تحفظ النجف والمتظاهرين عليه. أمام هذا الوضع لا يستبعد حصول مفاجآت مثل تقديم بعض الكتل تنازلات أو التوافق على اسم جديد غير اسم السوداني بوساطة من مرجعية النجف، في ظل حراك من نواب وصل عددهم إلى 174 عصر أمس، أكثر من نصف البرلمان، لتخويل رئيس الجمهورية بترشيح رئيس وزراء مستقل وتوقيعهم على ذلك. وهم من كتل مختلفة في البرلمان، بينهم أعضاء عن تحالف الفتح الذي يصر على أن يكون الترشيح من خلاله. وقال مستشار في رئاسة الجمهورية للعربي الجديد إن صالح يحاول الاستفسار من المحكمة الاتحادية عن دستورية اعتماد هذا التخويل لتقديم مرشحه للحكومة وتجاوز نقطة الكتلة الكبرى في البرلمان التي وردت في الدستور. الكتلة الأكبر ستعيد صورة المحاصصة السياسية، هكذا ورد في تقرير صحيفة العربي الجديد، وسيعود السبب الرئيسي للأزمة في مسألة الكتلة الأكبر سيعود إلى وجود أسماء نواب في البرلمان داخل قائمة التحالفين، وآخرين قدموا استقالاتهم أو أعلنوا تزوير تواقيعهم قبل الدخول إلى الجلسة الأولى للبرلمان التي عقدها في سبتمبر أيلول من العام الماضي. نظم مركز القاهرة لحقوق الإنسان مؤتمراً في العاصمة البلجيكية خصصه للحديث عن الموجة الثانية من الربيع العربي، ودعا فيه عدداً من الفاعلين في كل من السودان والجزائر ولبنان دون أن يهمل التوقف عند تونس ومصر وليبيا. والحديث عن الموجة الثانية مؤشر في حد ذاته عن استمرار الربيع رغم حجم المآسي والخسائر التي ترتبت عن الموجة الأولى. جاء ذلك في مقال للكاتب صلاح الدين الجورشي منشور في موقع عربي 21.
سيكون من الظلم تحميل الإسلاميين مسؤولية فشل تجارب الانتقال السلمي والديمقراطي لمعظم التجارب في المنطقة العربية. لقد سخرت للإطاحة بهم جهود ضخمة لا طاقة لهم بمواجهتها. فشلهم في تقديم البدائل الصحيحة لتحقيق أهداف الثورات وفي مقدمتها تحقيق مطالب الشعوب في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، لكن خصومهم لم يكونوا في عديد الحالات والتجارب ديمقراطيين، ولم يفكروا أصلاً في تلبية حاجات الفقراء والجماهير الكادحة. كانت المعركة ولا تزال من أجل السلطة والحكم واحتكار الدولة فقط، وكانت القاعدة هي البقاء للأقوى دون احترام للقانون أو تقيد بقواعد الصراع الديمقراطي. التحدي الرئيس الذي لا يزال يحول دون أن تؤدي الثورات العربية أهدافها المشروعة هو العجز الاقتصادي الذي واجهته جميع التجارب، والذي لا يزال يخلف وراءه حالات إحباط جماعية. المنطقة غير قادرة على تجاوز القيود الكثيرة التي تربطها بالنظام الدولي المهيمن. لم تتمكن أي دولة بما في ذلك تونس من أن تتحرر من عشرات الالتزامات والاتفاقات التي تربطها بصندوق النقد الدولي وبمختلف مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. جاء في مقال صلاح الدين الجورشي المنشور في موقع عربي 21 أيضاً: لن تتوقف الشعوب العربية عن المطالبة بالحرية والمساواة والعدالة والكرامة، هي قيم بصدد الترسخ والانتشار بين الأجيال ومختلف الفئات الاجتماعية. لن تستسلم هذه الشعوب من جديد لمستبديها، وستواصل نضالاتها بمختلف الوسائل السلمية المتاحة لها رغم المخاطر والصعوبات، في انتظار أن تبرز قيادات جديدة تكون في مستوى الثقة والقدرة على تحقيق ما فشلت فيه النخب السابقة والحالية. الآن إلى مقال عن الشأن الفلسطيني منشور بصحيفة الأيام، وجاء في مطلعه: نتنياهو الذي يتفاخر بأنه حقق اختراقات مهمة على صعيد العلاقة مع عدد من الدول العربية، العلاقة مع بعض الدول العربية التي بدورها تمارس هذه العلاقة الشاذة تتم ببطء وتردد وخجل، والأهم بما ينتاب المطبعين من العرب من خوف إزاء مشاعر جماهيرهم ومجتمعاتهم. مقال للكاتب طلال عوكل في صحيفة الأيام الفلسطينية. نتنياهو ينتمي سلوكيا إلى طبقة الزعماء العرب الذين يمسكون بالسلطة بأظافرهم وأسنانهم، والذين ينظرون لأنفسهم على أنهم المخلدون الذين لا يغادرون مواقع الزعامة إلا إلى القبر بسبب المرض أو طول العمر أو بسبب انقلاب أو ثورة. الديمقراطية بالنسبة لنتنياهو وأمثاله تسير وفق المثال القائل: أنت حر ما لم تضر، وحين تلحق به ضررا فإن الديمقراطية تتحول إلى مؤامرة وخداع. حين يتعلق الأمر بمصيره وبمستقبله السياسي والشخصي تصبح الدولة عقيمة، وقضاؤها فاسدا ومنحازا، وشرطتها ومحققوها متآمرون. عند العرب أمثال نتنياهو يحيلون المؤامرات التي تستهدفهم إلى العوامل الخارجية، لكنهم لا يفعلون شيئا إزاء مواجهة تلك العوامل، ويصبح الشعب هو الضحية وعليه أن يدفع الثمن. يختلف نتنياهو عن أقرانه في هذه النقطة، فالكل في الداخل متآمر عليه: القضاء والشرطة وأزرق وأبيض، ليبرمان، جدعون، ساعر، وربما لاحقا ستقع المسؤولية على المستوطنين الذين لا يقومون بثورة لاجتثاث كل هؤلاء وترك الساحة فقط للزعيم المكلف من الرب. جاء في مقال طلال عوكل أيضا أن الطبقة السياسية في إسرائيل هي في حالة تحول من سيطرات الأحزاب المركزية ومرحلة القيادات التاريخية الفاعلة إلى مرحلة المجموعات الطارئة والزعامات ضعيفة الخبرة. إسرائيل لا تعيش أزمة نظام حكم انتخابي فقط، بل إن هذه إرهاصات التناقض المتزايد بين ادعاء الديمقراطية وبين حقيقة العنصرية وطبيعة الاحتلال. وصلنا إلى مقالنا الأخير في موقع بوليتكو. نشر مقال لماثيو كارينتشنغ عن التحول الذي طرأ على طبيعة الأحزاب الأوروبية التي لم تعد سوى كيانات تعبر عن شخصية زعمائها
كما أظهرت الانتخابات البريطانية وفوز حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون. وقال فيه الرجل: هو الرسالة ومن أهم الدروس التي يمكن أن تستقى من انتصار جونسون الباهر هي أن الشخصية هي دائما من يهيمن. ويرى جوزيف جانينغ المحلل السياسي الألماني أن السبب في ظهور هذه الشخصيات هو تراجع الأحزاب السياسية الأوروبية القديمة، وأدى فشل الأحزاب الرئيسة في التعامل وبطريقة فعالة مع مظاهر القلق من الناخبين من العولمة والتكنولوجيا والهجرة إلى خلق ثغرة استغلها الساسة الصاعدون وتقديم أنفسهم كرموز مستعدين لتفكيك الوضع القائم، سواء من داخل المؤسسة كما في حالة جونسون أو من خارجها مثل ماكرون الذي تخلى عن الحزب الاشتراكي الفرنسي، أو سالفيني الذي أعاد تشكيل حزب رابطة الشمال وحوله إلى قوة وطنية. ولأن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي خاف أن يختفي، فقد طلق موقفه الميال إلى يسار، وبدلا من القيم التي طبعت الأحزاب التقليدية يبدو القادة هؤلاء مدفوعين بجماعات تركز على موضوعات معينة ويتأثرون بالاستطلاعات ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي معظم الحالات تمسكوا بالقضية التي ارتبطت بهم كالهجرة في حالة كيريز وسالفيني والبريكزيت كما هو في حالة جونسون. فقد استخدم صيغة دونالد ترامب التي تتجنب التفاصيل الدقيقة على حساب الأسطورة، وباع البريكزيت أنها الطريقة المثلى لاستعادة بريطانيا مجدها الماضي، وقدم نفسه على تجسيد جديد لوينستون تشرشل. ماثيو كارينتشينغ يقول أيضا: في الماضي كانت سلوكيات وأخلاقيات ترامب وجونسون كفيلة باستبعادهما من قيادة حزبيهما، أما اليوم فإن القواعد الشعبية تجاهلت هذه الأمور ودعمتهما بحماس نادر مثيله. تتكرر حوادث وفيات الأطفال في مخيم الهول في الريف الشرقي لمحافظة الحسكة شمال الشرق سوريا، وذلك لأسباب منها البرد ونقص الخدمات الطبية، بكون طاقات الجهات المسؤولة عن الخدمات الطبية في المخيم دون قدرتها الاستيعابية لنحو 70,000 من النازحين المقيمين فيه حاليا. ويوم الأحد فارقت الطفلة حبيبة عز الدين المطر الناصر، وهي من أبناء بلدة محسن المقيمة مع عائلتها في مخيم الهول، فارقت الطفلة الحياة بسبب قسوة البرد ونقص الرعاية الصحية لتكون الضحية الثانية خلال أقل من أسبوع، إذ توفي قبلها رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر الأربعاء الماضي، وذلك بسبب البرد ونقص الرعاية الصحية أيضا. وفقا لما ذكرت شبكة فرات بوست التي تعنى بنقل أخبار المنطقة الشرقية، وذكر مدير المخيمات التابعة للإدارة الذاتية في الحسكة محمود كرو أن الضغوط كبيرة في المخيم على الجهات العاملة فيه، وبهذا الخصوص تعمل إدارته على فسح المجال للعوائل التي ترغب بمغادرته إلى بلدتها في ريف دير الزور. إلى الكاريكاتير.
ختام وسط الأقلام مشاهدينا الكرام، طاب نهاركم وإلى اللقاء.